جمعوية الحادقات، أكيد بزاف ديال المتتبعات ديال القناة كيخدموا دي كوموند وطلبيات، وحتى الناس اللي باكين في الدار مرة مرة كيبغيو يوجدوا مسمنات. وعارفين راسنا أننا حنا على أبواب العيد الفطر إن شاء الله بإذن الله كيكثروا فيه الحلويات والتحضيرات. اليوم جبت لك مسمن ملوي مرق مفشفش هشيش، كيف كتشوفي معايا سهل التحضير، سريع، بدون تعب، بدون مجهود. مجموعة ديال الأسرار حرفية من المسيرة ديالي اللي كنت كنخدم فيها لي كوموند غادي نتقاسمها معاك. بقي معايا دقيقة بدقيقة وفرجة ممتعة، وأكيد ما غاديش نتقاسم معكم غير وصفة ومقادير، إنما أسرار، نصائح، معلومات لأول مرة غادي تسمعوها، ومن أول تجربة بإذن الله غادي يصدق لكم بطريقة حرفية 100%. اول شيء غادي نحتاجو هنا كيف ما كتشوفي معايا كيلو ديال الدقيق الابيض، غادي نكون ضفت عليه نصف كيلو من الدقيق الاصفر او الدقيق المسمد الاصفر، ماشي الدقيق ديال الدار، ماشي ديال القمح، انما اللي كيتباع على برا صفر. وهنايا غادي ننصحك بحاجه اللي جد جد مهمه واللي غادي تخلي المسمن ديالك رطب، وهي من بين الاسرار. عمر المسمن، ما تستعملي فيه الفينو، يعني ملي تمشي عند مول الحانوت ما تقولوش عطيني سبيسيال، غتقول ليه عطيني القمح عادي صفر، واكيد تكون كيف ما تنقولوا من ماركه اللي اللون ديالها يكون صفر، ما تكونش كحله، باش هكا كتكون جوده عاليه. غادي نضيف عليه معلقه كبيره ديال السنيده، شويه ديال الملحه، وهنايا غادي نحتاج للحليب. بالنسبه للكميه اللي غادي نحتاج ديال الحليب اللي غادي تكون دافيه او مسخنه قبل كتكون، غادي نعطيك اكيد المقادير ديالها او القياس ديالها شحال غادي يهز ليا في هاد العجنه. وهنا كيف شفتي معايا بالنسبه للقصري كنكون دايره واحد اللي كبير متيسع باش نلقى كيف غادي نخدم الوصفه ديالي الكوموند اولا الطلبيه. غادي نقوم بخلط هاد المكونات، فوالا كيف كتشوفوا معايا. وهنايا حاجه اخرى اللي جد مهمه، الحاجه الاخرى اللي جد مهمه واللي خصك تردي منها البال كيف شفتي معايا هنايا، بالنسبه للعجينه المره الاولى درتها قاصحه، يعني ما ضفتش من الاول كميه كبيره ديال الحليب. من بعد كنبدا نضيف الحليب، وانا تنطلق في العجينه بشويه بشويه، فوالا كيف شفتي معايا، على شرط ان بالنسبه للحليب اللي غادي نستعمل ما غاديش يكون العادي، انما غادي نستعمل الحليب المعقم، كيجي في المذاق احسن، وفي نفس الوقت حتى الا بقى لك المسمن او الملوي ديالك ما تيخسرش وما تيغمالش بسرعه. انا هنايا وجدته ان شاء الله باذن الله العيد وغادي نديرو في المجمد. هنايا بالنسبه للعجينه كيف شفتوها معايا، من بعد ما جمعتها مباشره غادي ناخذها، غادي نبدا نورك عليها بهذا الشكل، نعاود ندير البودان الاخر، فوالا، يعني طريقه سريعه فيت في، ونحطها جانبا. هذه الكميه غادي تخرج لينا تقريبا اللي درنا ديال الدقيق تخرج لينا 60 ملويه. المرحله المواليه غادي ناخذ الزيت في الديه، وكي شفتوا ما غاداش نبدا ندك في العجينه في الداخل، انما غير هذوك الجناب ديالها غادي نحاول انني نقدم، يعني ما كنعاودش الرغدن للعجينه كيف ما مطلوقه، غادي نخلي غنحاول نجمع غير ماشي اللولب، غير هذوك الجناب اللي خارجين نقادهم فقط. واكيد كنكون ضفت اولا دهنتها بالزيت كيف كتشوفوا معايا، طلقتها اولا وضعتها في واحد البلاطو، ضروري ما تدهنوها من الفوق بشويه ديال الزيت، خليوها من بعدها
وغطيوها بواحد البلاستيك. في هذا الاثناء غادي ناخذ وحده غير نبسطها شويه ونردها. غادي نحتاج واحد الرابعه ديال السميده اللي غادي تكون رقيقه او السميد مسمد، معلقه صغيره ديال السنيده، خميره ديال الحلوى. هنا ما غاديش نستعمل الخميره اولا البيكن باودر ديال الحلويات، انا ما غادي نستعمل البيكن باودر ديال الكيك. علاش؟ لانها كتكون فيه فعاليه اكثر وكيعطي هذيك لا تيكستور اللي كنقلبوا لك المسمن ديالنا اولا كيفاش فشلينا المسمن ديالنا اكثر. غادي نديرو ديال الكيك. غادي ناخذ هنايا كميه ديال الزبده. غتسولوني بزاف منكم النوع ديال الزبده اللي غادي نستعمل. غادي تاخذي الزبده ديال هذا ديال التوراق، هذه من بين الاشياء اللي غادي تخلي المسمن ديالك حتى هو فشفش من الداخل ومحلول وما كيجيش مرغدن. وغادي تخلطيها مع الزبده اللي غادي تكون حيوانيه وشويه ديال الزيت. من بعد غادي تدهني تلقي هاد العجينه. ممكن انك ديري هكا وحده وتلوي، وممكن انك تخدميها بالطريقه ديال الحرفيات كيف كتشوفي معايا. انا غادي نعاود نشرح لك وحده اخرى. ندهن البلاصه مزيان بالزيت بوحديته، ناخذ المدلك ما كاين لا قرص ولا هم يحزنون، المدلك في الكافيه. غادي نطلقو بهذا الشكل. ندهن بالخليط ديال الزبده اللي كنت خدمت، غادي ندهن بشويه غندردر شويه السميده، من بعد غادي ندهن بشويه ديال الزبده وندهن عاوتاني، يعني كل دهنه من فوقها السميده في جميع البلايص. فوالا ولوي. وملي نكون خدامه نحاول انني نجر العجينه ديالي اكثر، والبوطاجي او الرخامه اللي غادي نخدم عليها ندهنها بشويه ديال الزيت اللي تكون اكيد كثيره باش ما تلصقش العجينه. نورق حتى تتبان ليا العجينه الرخامه بدات كتبان كيف شفتوا معايا. فوالا فهاد الجهه تجي احسن واسهل من الاولين. واللوي فوالا. بالنسبه لهنايا من بعد ما خدمت نص ديال الكميه اللي خدمت او ديال الكريسات اللي خدمت، يعني وارتاحت لي العجينه، غادي ناخذ المقص وغادا نبدا نقطع بهاد الطريقه من الوسط. واكيد غادي يبقاو عند مجموعه ديال النصائح والاسرار خاصه حتى بالطياب. كيف شفتوا معايا هنا ملي كنت كنحط لي بودان كانوا تقريبا في قياس واحد باش ما كتجينيش مسمنه وحده كبيره او ملويه وحده كبيره وحده صغيره. كاين اللي كيسميه بوشيار، كاين اللي كيسميه مسمن، كاين اللي كيسميه ملوي، كل واحد اشنو كيسميه. هنايا ملي غادي تكوني توركي او تبركي المسمنه ديالك ولا الملويه ديالك، حاولي انك يجي هذاك الوسط على الوسط باش يبقى الفيتاج مقاد، يعني ما تخليهاش هي تحكم فيك وتبداي غدا مايله معاها. فوالا كيف كتشوفي معايا. وهنايا نتمنى 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 ان هاد المعلومه تسطري عليها وديريها في بالك وتاخديها بعين الاعتبار في الخدمه ديالك. يعني ملي الملويه ديالك غدا ترتاح تماما، غادي نكون شعلت جوج ديال لاطات، جوج ديال المقالي حدايا، وغادي نرش بالزيت ونرمي فيهم الملويه ديالي. عافيه كتكون مجهده باش ما كتسخفش ليا الملويه اولا المسمنه في المقله وكتجيني قاصحه ام كما تنقولوا دايره، كتكون العافيه مجهده في الخدمه ديالها، ولكن عينك عليها. هذه من جهه. من جهه اخرى غادي ترجعي للعجينه ديالك باش غادي تكملي
النصف ديال الكميه الاخرى اللي بقات عندك، ولكن مازال غادي نزيدك نصائح اخرى بخصوص الطياب. بالنسبه للطياب كيف ما غتشوفي، ان فوا كتبدا المسمنه ديالك او الملويه كتبيض من الفوق كتحسي بها، مازال باقي يعني قدرتي باش غادي تقلبيها، كتقلبيها قبل ما كطيب من التحت، كتقلبيها قبل ما تقصح من التحت، يعني كتكون مازال باقا بيضه، كتوخا تاخدي هذيك سباتولا وكتقلبي الملويه ديالك اولا المسمنه ديالك للجهه الاخرى. وهنايا ملي غادي تحيديها غادي ديري ليها هذه الطريقه ديال ما بين يديك باش غدا تحل، وهي مازال باقا هكا سخونه كيف ما كتشوفي معايا، كتجي مرقه كيجي هشيش وفي نفس الوقت كيجي غزال في المذاق ديالو. طريقه الاحتفاظ ديالو ان شاء الله باذن الله لي كوموند اولا العيد اولا الطريقه اللي كيديروا الناس اللي كيبيعوا لكم المسمن والناس اللي كيبيعوا لكم الملوي، هي ملي غادي تكون طيبيه ما غاديش تخليه يتحمر بحال هكا، انما غادي طيبيه تقريبا كما تنقولوا باقي ما كملش في الطياب ديالو، غادي تاخديه وهذيك الساعه ما غاديش تطلقيه هكا ولا تحليه من الداخل هكا، انما غادي تحطيه في واحد البلاطو تيبرد تماما اولا فوق واحد البوطاجي تيبرد تماما، ومن بعد غادي تدخليه للمجمد اولا الكونجيلاتور باش هكا يقبض راسو، وغدا تجمعيه في واحد البلاستيكه اولا واحد الساشيه، وملي غادي يكون ان شاء الله باذن الله يوم العيد اولا عندك كوموند ولا عندك اسبوع ولا جاتك الطلبيه غادي تبداي تجبدي، غادي يترخى غير واحد شويه وماشي تخليه حتى يدير هذا، وغدا تكملي ليه الطياب بشكل عادي، وهكا غادي تكوني كانك يلاه كيف وجدتي، وفي نفس الوقت ما غاديش يشرب لك الريحه ديال المجمد بالمره لانه غادي يكون طيب. وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا بالصحه والراحه، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا والى اللقاء.